الله، بسم الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الكرام، الطريق الرابط ما بين ولاية ورقلاو وولاية غردايا، المقطع الرابط ما بين زلفانة وغردايا، زوابع رملية خاوندي ونصاب الكبير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام، ريح قوي، أجواء قاتمة، أجواء غبار منصابل، الله المستعان. الإخوة الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما رانا نشوفوا خاوتي، هنا وصفه شويه قبل قدام ما بين ورقلة وزلفانة قوي. دركا وشويه ما كانش، كي قريب رانا قريب غردايا شويه ما كان. غردايا باقيه 50 كيلو، هاي ورا البلاكه 50 كيلو متر الى غردايا. كما كنا نقولوا خاوتي، قبل ما بين زلفانة وورقلة كان قوي، هنا راه شويه. بسم الله ما شاء الله. الإخوة الكرام، هذا حاسينومر، هذه البراشمة اللي تدخل حاسينومر. حاسينومر هذه منطقة بترولية، فيها كيما الآبار تاع البترول، كيما قدام حاسي كيما البركاوي وحاسي العقرب وحاسي مسعود وهانتو. هنا خاوتي هذه حاسينومر تابعة لغردية، ولاية غردية. هذه ثاني فيها البترول، فيها آبار البترول، منطقة بترولية، وادي نمر. هاي مش بعيدة منا بزاف، يا ربي واحد 5 كيلو ولا 6 كيلو بالك يا ربي. هذه كاينه حسين عمر، منطقه بتروليه، هذه البرشمه تاعها منا سوناطراك والشركه تاع الخارج اليوم تلقاهم هنا موجودين. بسم الله ما شاء الله. هذه ما بين زلفانه وغردايا. ونصاب الخاوتي، كاين شويه الريح. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هكذا اخوتي الاخوة الكرام، رانا لحقنا عند الرومبوا الكبيرة اللي تربي، اللي كي تعود جاي من خارج من غردية تلقى الرومبوا هذه اللي تربي. اكزامبل تديك منا كمل كيما راك في دروا المنيعة عين صالح تم الراست، والله تجيبك منا على اليسار كيما جينا احنا، نجينا على ورقلة، ورقلة زلفانة، ورقلة عين ميناس اليزي، وكي تكمل ديريكت تجيك حاسي الفحل، تجيك المنيعة سبسب. هذه خاوتي الرومبوا، هاي من هنا كاينين يخدموا في الطريق، جماعة يخدموا في الطريق المقاولة ويخدم. هذا ما تشوفوش لهذه الله غالب المقاولة ويخدم، مازال ما كملش. بس على العموم هاي الرومبوا الكبيرة، كي نعودوا خارجين الرومبوا تاع المنيعة. فوالا هادو الدوادن داروهم على اجل خاطرهم يخدموا في الطريق. فوالا خاوتي، هادي هاي الرومبو قدامنا، هادي ستاسيون كي نعود حق من الطريق، هاي والرومبو، هاي قدامنا كيما راهم خارجين السميات الكبار. هذوك هادو السميات الكبار، سما راهم جايين من تم الراس، اللي جاي من المنيعة، اللي جاي من اضرار، تدي لتيميمون، تدي الطريق، تدي بارتو منيعة. هذه هي الرومبو الكبيرة. هنا عند الرومبو حلوا طريق جديد، هذه فتحوا طريق جديد، هذه تاع غردايا، طريق اللور تاع غردايا، يقولوا يمشي عليها السميات الكبار. اللي حاب يهبط البلاد، يهبط مدينة غردايا، يهبط كيما راه، يهبط ديريكت. هاي الرومبو
نشوفوا واش خاوتي راه مازال يخدموا هنا، مازال المقاول يخدم، بسم الله الاشغال مازال ما كملتش. ها الكيمي تاع ايفري هذا جاي من اكزوم، جاي من تاع من راس ولا من المنيعه ولا هذا فوالا. هاي طريق اللور جديده كيما راح مول ها داخل غرديه، حنا نكملوا دي اضروات كيما من نروح طريق اللور جديده، وحنا كيما هكذا اللي كتب ربي داخلين الى مدينه غرديه. بسم الله ما شاء الله هكذا نهوذوا اللي كتب ربي الى مدينه غرديه. هذه كيما نقولوا حنا طريق المطار، دوك نلقاو قدامنا الرومبو تاع طريق المطار، ومن بعد جينا جينا لازون وجينا الهبطه تاع متليلي. هذه كل من لك تبارك ربي، بسم الله ما شاء الله، شويه الغبار وشويه الصابل والريح قوي. هذه هي خوتي، هذه خوتي هنايا عند الرومبوان قد كاين انسان ربي يحفظه من الجنان تاع الزيتون، داير هنا عين تعمر منها الناس، الماء تاعها سبحان الله حلو سكر. هذا الماء هنا هاو عنده عين هنا، ندير عين الناس تعمر، ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يجعله في ميزان حسناته، وربي يجعلها له ان شاء الله صدقه جاريه عليه وعلى والديه. ها هو مخرج عين هنا، الله يبارك الناس كل تعمر منها. لا عندي جا الغاشي ويعمر ها هنا على اليمين، وهنا خاوتي هذه اللي منها على اليسار هاي شويه مدينه صغيره، هذه راهي متليلي جديده، هذه النوفيل فيل تاع متليلي. هاي اللي قدامنا هنا عند البراج قد كي ندورو على ندورو على اليسار نهبطو لمتليلي القديمه، متليلي شعنبه. هاي مازلت منها واحد 20 كيلو ولا 25 كيلو والله ما على بالي الكيل اكزاكت. وهذه اللي هنايا متليلي الجديده، بلديه متليلي خرجوها هنا، نوفيل فيل تاعها خرجوها هنا. بسم الله ما شاء الله، هذه هنا اللي رايح هنا على اليسار. هذه خاوتي من هذه كل مدينة، هذه اللي من هذه كامل متليلي، متليلي جديدة، نوفيل فيل تاع متليلي خرجوها هنا. فوالا ديريكت مباشرة نلحقوا عند الباراج فيكسي تاع الجدرمية، الباراج نتاع متليلي. ها هو راه قدامنا الباراج تاع متليلي، ومن وراها جينا الرومبو تاع المطار، مطار غردية. بسم الله ما شاء الله، طريق ربع ربي بارك وطرود نعمة ما شاء الله. هكذا تقعد كيما هكذا وطرود لك تبربي حتى الجلفة، حتى قريب الجلفة، حتى الجلفة مازالو يخدمو، المورسو تاع الجلفة مازالو يخدمو فيه. يا خاوتي حاجة نسينا نتفاهموا، المرة اللي فاتت خاوتي في كيما عندنا جايين من بريزينا، جايين من البيض كيما قلت لكم، كاينه الطريق اللي خرج هذيك تخرج من بريزينا تجي حتى المتليلي، هاي تخرج منا على اليسار تخرج في متليلي شعامبه، تسمى منا كنا قبضوا لاكوش منا نروحوا المتليلي، كاينه طريق اللي تخرج لنا لبريزينا ولاية البيض، كاينه 300 كيلومتر مقطوعة شوية في العروق ومنا بصح مليحة تمشي. هذه الجماعة اللي مثلا منا جاي من غردية مهود الغرب لا يهبط حتى الغواط، ومن الغواط يهبط الافل ويزيد الكيلومتراج، يهبط منا على متليلي، من متليلي لبريزينا، بريزينا البيض كاينه 300 كيلومتر 300 كيلو تخرج في بريزينا قد بصح طريق شويه مقطوعه وخاليه. هذا باش كي نتفاهموا، اسمع مولاي يكمل مثلا جماعه اللي هابطين مثلا كيما حنا هكذا اللي كتب ربي هابطين للوهرن، نجي يا خويا الا نعرف طريق كيما نعرف طريق نروح منا على متليلي، من متليلي نحكم طريق البيض، بريزينا طريق مقطوعه شوي خاليه مقطوعه بصح مش تمشي تنقص كيلومتراج، كي نعود ما نعرفش اخويا نجي منا بغردايه لغواط، لغواط نحكم افلو افلو ونروح على عين الذهب، عين الذهب ندخل من هي على ندخل على تيارت تيارت معسكر سيدي قاده ومن هي وحتى نخرج للوارن. هذه بالنسبه لخوتنا، هذا الرومبو تاع المطار خوتي، ها هو المطار 1 كيلومتر مطار غردايه، ها هو راه مطار وما عرف دولي ولا ماهوش دولي ليسونسيال، هذا المطار الرومبو تاع المطار بسم الله ما شاء الله. هذه خوتي هنايا جامعة غردايه، هاي على لاكوش هذه جامعة غردايه،
بسم الله ما شاء الله كما راه الباسر هذا مديرين وحنا جماعه الجامعه اللي يخرج منها من الجامعه ديك تركب هنا ويروح في لي بيس النقل الجامعي من ناكل لي عبدو الغردايه. بسم الله ما شاء الله غردايه زينه خاوتي ما شاء الله نعمل بلدان نظافه الناس الكرامه ربي يحفظهم ان شاء الله والله غره روعه. بسم الله ما شاء الله هاي جامعة غردية الركتورة رئاسة الجامعة. بسم الله ما شاء الله كلية العلوم والتكنولوجيا هاي وراهي ما شاء الله. مع الإخوة الكرام هكذا رانا قريب ندخلوا الحدور نتاع الدخل نتاع غردية كي نجيب داخلين من على بونورا كما كنا ديما ننبهوا خاوتنا. يا خاوتي ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله. هذا وين كيما دايما نبه خاوتي عند الدخله تاع اي مدينه اياك تلعب اياك تزيد لافيتاس احترم ديما حاول انك تحترم البلاكه والله غير هاهم قبلي. هذا وين من هنا في الدخله رادار حبسوا امه قدامي طاكسيان ومعاه كار وطيوطا هيليكس وامه معاهم سامبول وسانديرو. انا جيت فايت اخويا بالقدر نمشي 80 في البلاكه جيت فايت قسما بالله ما هدر معايا البوليسي كلمه حبسني قال لي شك مشارجي شاف لي فاكتير قال لي الله يسهل وجماعه كل ما حبسهم نحاول نكواضهم. يعني يا جماعه هذه في الدخله نتاع اي مدينه ماشي غردايه والله انا ماشي زعما نحرق الفيلا البراج ولا رادار والله يا اخي الرادار دايرينه باش يحميوا الناس من الناس ما تزيدش لافيتاس. انا ثاني نحمي الناس عن طريق اخويا نقول لك في الدخله تاع المدينه ما تفوتش لافيتاس منطق كيف انت الدخله تاع المدينه تمشي 120 هذه الدخله تاع غردايه مثلا داخل الغواط باين بلي ما تفوتش 80 داخل جلفه كيف داخل افلو داخل المعسكر داخل خنجله داخل عنابه داخل سعيده داخل اضرار منطق ما تفوتش البلاكه باين بلي تلقى رادار ولا الدوبلي في لاين كونتيني سيمي يمشي قدامك بعقله يتبع تبعه بالشويه حتى تخرج لانه كان الاهلي باين بلي راح تلقى رادار والله غير ها هنا في الدخله قد هذا وين في التجمعه راه دار محبسين الامه كل. اصبروا خاوتي نفوتوا البراج ونكملوا مع خاوتنا. الاخوه الكرام مدخل مدينه غردايه بسم الله ما شاء الله هذه الدخله تاع مدينه غردايه كي نجيو داخلين منها كي نجيو من جايين على غردايه على ورقله وزلفانه والمنيعه وتمراس واضرار هذه الدخله ندخلوا منها على مدينه غردايه بسم الله ما شاء الله كي نجيو داخلين نجينا تنطحنا ديك الحدور دوك خاوتي نخرجوا ديك في الحدور هذه الحدور وقت فات خاوتي دارت ما دارت قبل ما يدوبليوها يخدموا لها دوبل فوا يخدموا مزدوج طريق مزدوج كانت مديره الكوارث هنا كان اللي يروح للفرا مسكين يهبط ديك تتلع في الواد دوك نشوفوها مع بعضنا فوالا هكذا دوك هنا على اليمين على ضربات تجينا العطف وعلى اليسار تجينا بني يزقن وحنا ندخلوا مباشره الى سيتي عباز بسم الله ما شاء الله فوالا كيما كنا نقولوا هذا وين خاوتي انت تجي داخل مدينه تمشي فايت البلاكا قسما بالله غيحبسوك اوتوماتيك منطقيا 95% 90% تلقى رادار هذا وين كي جينا داخلين دخلة تاع غردايه رادار حاطين وجماعه حبسوهم الكل. انا على بالي بالفكاهه هذه لخاطش انا مش راني نقول لك انا نعرف والله يا الحكايه فوتناها الدخلة تاع المدينة اياك تفوت البلاكا منطق جيت فايت عليهم معزز مكرم فوت ديك تربي ساهل حبسوا قدامي طاكسيور كار سيمبول تويوتا هيليكس حبسوا الجماعة كل انت تجي فايت معزز مكرم واحد ما يهضر معاك فوالا خاوتي هاي العطف تبان لنا على اليمين ما تبانش في الكاميرا لاخاطش جاي شوية لتحت في الواد على كل حال غردايه كل خيمه انت عارف عليها خيمه مبنيه كل في الواد الا بوهروه مخارجه برا بسم الله ما شاء الله هذه خاوتي منا رانا داخلين ها لحقنا الحدور منا دير حسابك هاي البلاكه تقول لك الحدور 10% انت انا دير حسابك فراموتور تبعها بشويه بالفرام ما تلعبها تفهم ما يروح لك الفرام ما تحصل هنا سورتو جماعه لا شارج جماعتنا رانا من دومي شارج مش مشارجين بزاف نص برك ولكن دير حسابك
هي الحدور تاع الدخله. هنا قبل كانت طريق وحده، انا نشفالا جيت هنا كان طريق وحده دارت الكوارث، دوكا عريضه وخدموها. شوفوا خاوتي العطف كفاري تبان قدامنا، هذه استغفر الله هذه مش العطف، هذه بونوره. العطف يمنا على اليمين، مازالت بعيده شفت، هذه اللي قدامنا بونوره، ها ورا قصر بونوره يبان من بعيد. فوالا هكذا نخرج مباشرة إلى الرومبو تاع الكارفور، الرومبو اللي طلع البلاد. بسم الله ما شاء الله، طريق روعة، ربي يبارك، نعمة، ربي يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. ها خاوتي ها قصر بني يزقن، أو جا شوية ما يبان شوية مليح. ليسونسيل هذه بني يزقن راه قدامنا، حي بني يزقن، مدينة غردايا، بني يزقن بلدية بونورا ولاية غردايا، هذه كل مدينة غردايا منه وروح. سامعونا خاوتي باش كنقاري ونصوروها، الله غالب راكم عارفين. هنايا قد قد مباشرة نخرجوا في الرومبو تاع الكارفور، الرومبو تاع العطف. على اليمين ترجع للعطف وبونورا، وحنا نكملوا وعلى اليسار ترجع لغردايا وسط المدينة، وحنا نكملوا مباشرة إلى سيتي عباز. الجلفة غردايا الغواط، بسم الله ما شاء الله. الاخوة الكرام هذه الرومبو تاع الكارفور باش كي نتفاهموا، هذه هكذا كيما نجيو داخلين على طريق، هذه على لاكوش ترجع لنا مباشرة إلى مدينة غردايا، ومنا على دروات على اليمين بونورا بني يزقن، وهنا يا خاوتي بونورا استغفر الله العطف، وحنا خاوتي مباشرة إلى سيتي عباس، ومن بعدها إلى بريان بهرة وبريان الغواط الجلفة وروح. بسم الله ما شاء الله، أجواء روعة ربي يبارك. هنا ما كانش صابل، ما كانش الغبار، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. هذه خاوتي كنا مع بعضنا مع خاوتنا في رحلة من الرحلات عبر الطرق الجزائرية، ربي يفتح علينا وعليكم إن شاء الله، ربي يفرج علينا وعلى الجميع إن شاء الله، وربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. كثر خيركم خاوتي، أنت الله وخاوتي لابوني والبارتاج، كومنتيو معنا كشما خاص، كشما درنا، كشما قصرنا، مرحبا بخاوتنا، وفرصة أخرى إن شاء الله، وطريق جزائرية أخرى، ومدينة جزائرية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.